أهلا بكم. مع فعل الخير يصل الإنسان إلى الغاية الكبرى حيث رضى الله سبحانه وتعالى عنه. فعل الخير والمعروف له ثواب عظيم عند الله. أيضا الخير يدعو للتكافل بين البشر، وبذلك من الممكن القضاء على مشكلة الفقر والحاجة. مشاهدين الكرام، خلونا نتعرف على تفاصيل حالتنا الثانية لحلقة اليوم. كل شيء في حياتنا قابل للتجديد للاستمرار طالما وصحتنا التي هي أغلى ما نملك معنا. كل شيء يسهل مقابل المصاعب الكبيرة التي نواجهها بالأمل ضد الألم. طريق وعرة أوصلتنا إلى حيث تسكن عائلة غالب أحمد، الرجل الذي يعاني مع أسرته ذات العدد الكبير وأطفاله المرضى المصابين بتكسرات في الدم أرهقتهم لسنين طويلة. ما أثناء الطفل منهم 7 بنات وخمسة عيال، 3 منهم أمراض فؤاد و7 تكسر في الدم، وهذا أجمع سنجا لأن تأخذ قال تحتاج سمسم ما أدري كم دولار. ابنته الكبرى صماء لا تستطيع الكلام، واثنان من أبنائه مصابون بتكسرات في الدم، وابنته سبأ مرت في رحلة المرض ل20 عاما، وكل شهر تضطر إلى تغيير دم باستمرار، وكذلك ابنهم فؤاد الذي يبكي ليل نهار مع آلام وأوجاع في جسده، وفي كل مرة يضطرون فيها إلى تغيير دم لهم. من فعل ما يقدرش يهدى ولا إلا بمهدئات ومغذيات وسنقل دم، وكل ساعة تعب. منذ قد له 10 أيام 11 اليوم هو ما يرقدش، يعاني من رجليه ويعاني من يديه ومن وجعه ظهره، أوقات نحصل له حق الأبر أوقات ما نحصلهاش. من يريد يساعدنا يتفضل، جزاه الله ألف خير، لا ينام ليل ولا ينام نهار، شاغلونا يصرخ بس يصرخ، قد له 11 اليوم ولا يسكت ولا يهدأ. الحمد لله رب العالمين. كل كم تغيروا لهم دم؟ بعد شهر بعد شهرين وحين 15 اليوم، قد له 11 اليوم منذ قالت الحالة، رجله ورجله والرمة ويشكي من حقوه، ولا يدش يأكل ما أكل، انظري ما يفعل بي وأنا وياه للأكل. الحمد لله رب العالمين، من يريد يساعدنا فجزا الله ألف خير. أنا اسمي سبع غالب عم شو أذكر، أعاني من هذا المرض وأعاني صغيرة، أحيانا يأتي لي ما يقدرش أذاكل ولا أكل. أتمنى أن نكون أن تساعد أبويا بقى السيارة في إلهينا، وبعدها بقت أمي. طب كيف تروح المدرسة وكيف تعملين؟ حين أروح حين ما يقدرش من رجلي. لا تتوفر في معظم الأرياف اليمنية سبل العيش الصحية والمراكز التي من الممكن أن تساعد المرضى الذين يعانون مثل هذا الطفل، مما اضطرهم قبل شهرين للسفر إلى صنعاء للبحث عن الأدوية التي تساهم في استقرار حالتهم الصحية. وعن العلاج النهائي فحدث ولا حرج، فلا دواء نهائي لمرضى الثلاسيميا إلا زراعة نخاع في الخارج. كنت كان معي بقالة، كمل البقالة في العلاجات الجهوية في العلاجات العلاجات من دول كل شهر دم، والحين 15 أوت الحق بالسيارة، والآن الحمد لله رب العالمين. يعني نطلع كنا شو نطلع الجمعية هنا في صنعاء علاجات مجان، بس ما بشي علاجات يعني بكل الدول ورقة ذي قال ما بشي لا يوجد هذا، لا يوجد إلينا أوكي. لا يوجد لنا أول بقى أنا محرم أول شيء من الناس وشلنا إلهي كمل ذهب كل يوم. أسرة تعيش في منزل مكون من غرفتين متهالكتين يعجزون في أوقات كثيرة عن دفع إيجارها، بينما تفتقد مكوناتها لأبسط الاحتياجات الضرورية. أولاً في ساكنين في رؤوس الجبل، يعني ممكن بيوت هرانا ما حسنا بيوت حسنا هذا البيت، فاحنا بنكمل الايجار حقه، واحنا عشان ننزل
من زوم على قدينا بس ما في السيارة بالسيارة بعيدة في الشارع لا ظهرنا تقوم تلومهم. أصوات بكائي وصراخ هذا الطفل تدوي في البيت. رحلة شهرية في تغيير الدم له ولأخته، ولا يملك والدهما إلا الحزن والألم وذرف الدموع بعد إن باعا كل ما يملكا لمحاولة علاجهما. أحيانا كل شهر، كل 15، أحيانا شهرين، كل المرض. أحيانا يبقى صاحي فيه ولا حاجة، أحيانا يعني سخولي أننا نستعاني من الأزمة في الأسبوع، نعاني من أزمة صراخ ونياح كل حاجة. ليل نهار بس يبكوا بس. من يريد يساعدنا بالخير جزاه الله ألف خير. كل يوم نقل دم، كل يوم تعب، بقنا بقى سيارة وكان معنا بقى لانتهن وكان معي شوية ذهب، مشينا الحمد لله رب العالمين. من يريد يساعدنا فجزاه الله ألف خير. لا أنا من الليل ولا أنا من النهار، وهو بس شاغل لي بيكي بس يبكي. تدعو هذه الأسرة كل من يراهم أن يمد لهم يد العون لمساعدتهم على جعل أبنائهم ينعمون بالصحة، ويناشدون أهل الخير مساعدتهم في تخفيف آلام أبنائهم التي مر عليها أكثر من 15 عاما. فهل من معين؟ الأولاد أمامكم، يعني ما لهم شيء يلاقي إلا في الخارج، يحتاجوا زراعة نخاء. واللي في ساعدنا الأرقام التالية 733-92-97-01 72-94-07-051. الخير هو الأساس الذي ارتكزت عليه البشرية لتتخلص من الفقر ولتنطلق في سبل التحضر. كذلك الخير يجعل المرء يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، مما يدعم الوصال بين البشر. مشاهدين الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم سنابل الخير، ونشكر كل من قام بالتفاعل مع الحالات السابقة. انتظرونا في حلقات قادمة. إلى اللقاء.